نشرح لكم في هذا الفيديو الفرق بين الدفاية الغاز 2310 و 2310 جي. أوجه التشابه بين الدفايتين أنه كلاهما يشتغلان بوقود الغاز أو ما يسمى الكيروسين. توي على عداد لمعرفة حجم الوقود داخل الخزان، ويمكن التحكم برفعه أو خفضه درجة الحرارة للتحكم بالمفتاح. ثم التشغيل، تشغيل يدوي عن طريق توليع الإشعال من هنا من الفتيل، يرفع الفتيل، هذا الفتيل، ويتم التشغيل عن طريق الولاعة. طبعا التدفئة والتشغيل كلاهما 11000 وحدة حرارية، وسعة الخزان كلاهما 5 لتر، ويحتوي على شبك معدني. أما أوجه الاختلاف فيختلفان في أن التدفئة من هنا بالقزاز، تدفئة من الجانب توزيع الحرارة، والدفاية الثانية عن طريق القبة تدفئة. ملاحظة هامة: عند تركيب فتيل الغاز أو استخدام جديد أو عند تعبئة الدفاية بالغاز لا بد من الانتظار مدة 15 دقيقة على الأقل حتى تشرب الفتيل الغاز بشكل كامل، تجنبا لخروج الدخان أو تلف الفتيل. طبعا يتوفر في الدفاية تسخين حرارة هنا عالية، يمكن تسخين الأشياء داخلها، ويمكن الطبخ عليه عن طريق رفع الغطاء ووضع القدر أو الصاج أو البراد حق الشاهي، يمكن عمل فيه شاهي أو الطبخ عليه. طبعا كل الاثنين تتوفر فيهم الخاصية هذه.